التنزيل ديال البرنامج ديال التزويد ديال الماء اللي كان تقدم سينا الله ينصره، واليوم كنشوفوا بانه كاين توقيع ديال واحد الاتفاقيات اللي كتهم جديده وكتهم اسفل اقليم ديال جديده واقليم اسفل اللي غادي تعطيهم الماء يعني الصالح للشرب عن طريق تحليه ديال المياه. وهذا التنزيل يعني باش المكتب الشرعي فوسفات هو اللي كتعرفوا كنقدم امام سينا يعني هذا المشروع، واليوم غادي اعطينا الاتفاق الكتابي وكذلك اتفقوا على يعني لي كونديسيون على كيفاش غادي يستغلوا في المستقبل. فهذا شيء جد ايجابي في ظروف استعجاليه. هذا الشيء تقريبا خدا اقل من 10 ديال الشهور، لانه يعني كتعرفوا حنا في واحد السنوات اللي هي صعبه ديال الجفاف، واللي الحمد لله جات حلول اللي هي كبيره لهاد المناطق المستقبل. وشكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.